لها مريض يا أمي كم؟ قد لها ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر. كان عندها مضاعفة في بطنها أول شيء ولا؟ لا فيها ولا حاجة. فجأة. أيوة. وجدتها هوجة صردت. عالجنا مع ناس ثنتين غرف. صرنا رهن البصيرة في 100,000 وعالجنا وذ الحين هالبنت قلنا نشتي نبيعهن. أنا معي 5 بنات. سجيب الله إن الله سبحانه وتعالى إلى جواركم، وهذا ما هو إلا امتحان في هذه الدنيا. وبنتك هذا اسمها جميل وهي أيضا جميلة، بدأ الرجاء إلى الله. يا الله تفعل بنا وإحنا نتفرج عليها، كيف نتفرج عليها ونسر بها ونجيبها وما تيدي. أنت أكثر من الصلاة وأكثر من قراءة القرآن وسلمي أمرك لله، وإحنا بنعمل جهدنا والباقي على الله. أحيانا بنحقق حلم الناس وأحيانا ما بنحققش، لأنه كله على مساحة المشاهدة عند الناس، وعندما بيقتنعوا بالفقر وعندما بيقتنعوا بالمرض بيساعدوه ويرسلوه. فأنتوا أنا فعلت رقم زوجك في الشاشة وزوجك موجود. أبنك عفوا. فعندنا رقم ابنك الذي هو موجود معك، الشخص الموجود. أيوه. وقلنا له يستقبل المكالمات والله يسهل لك. الله كريم، الله يسترك ويجبرك بجهالك، الله يحاجي عليك وكن ترحم هذه الطفلة والكل بين يدينا وما في يدينا ولا أي حاجة، خلها على الله. حرم لا نجد لا الفراش لا الأبواب معانا، إن إحنا بنذهب برد حنا وبنادي وهو ابني وهذا هو مريض مري، وزد عن معي يا ولد غيره عاد وزد أخس بيصيروا يبزغوا يجمعوا ولنا 500 وروحوا توها في رودي في ذكاء ما نجد حاجة. رجعنا من جديد مشاهدينا الكرام.